شايفين زي نوع من المسطح المدرج بنفس الطريقة بتهيأ لي إنه لأنه في مدخل واحد بالضبط كده للفلك والحيوانات بتيجي من هذا المدخل تسهل بالضبط الدخول بالضبط كده. فده الرامب اللي كانوا بتطلع عليه وبتدخل للأقفاص اللي جوه الفلك اللي احنا هنشوفها وبتعيش هناك لمدة 371 يوم. احنا دخلنا الفلك، احنا في الطابق الاول، احنا سمعنا انه ده من هنا لحديت انت وين لامس أيوة. المسامير ده العرض بالضبط كده. فطبعا ده قوة جبارة اللي تخلي القارب يعني يمشي على المي بطريقة بالضبط ويتحمل الامواج بالضبط كده. والخشب اللي مصنوع منه مغطى زي ما قلنا، والسمك بتاعه ضخم زي ما انت شايف، وعاملين زي فجوات اللي فده بس عشان يورينا العرض بتاعه تخن الفلك ده السكشن ده مقصود بيه الطيور اللي كانت موجوده ده زي مخازن مخازن للاكل لانهم قعدوا 371 يوم. دي بقى الاقتراح للتخزين، دي عباره عن اواني فخاريه، والفخار طبعا كان معروف في الوقت ده، ودي ممكن يكون تخزين الحبوب فيها ويقدروا ياخدوا منها علشان يغذوا الطيور اللي موجودة في هذا المكان. أنا عاوز أطلع يعني شوف المسار المسافة البعيدة يعني. وده كله في المقاييس الكتابية اللي الكتاب المقدس ذكرها. هنا ده في نموذج حاطينه أن نوح كان بيصلي للرب داخل الفلك، وألوان الجلد بتاعهم مختلف عشان يورينا انه من عيله واحده تكونت كل مجموعات البشر، فبيورينا ان كل التركيبه الجينيه كانت موجوده في هذا المكان.